شكرا على كل هذه المجهودات. أحيانا للذكرى 62 لعيدي الاستقلال والشباب ارتقت على شباب الرياضة تنظيم المهرجان الوطني للموسيقى العصرية لشباب في طبعته 21. بطبيعة الحال هذا المهرجان هو في إطار البرامج الرسمية لوزارة الشباب والرياضة لتأطير مختلف شرائح شبانية عبر ربوع الوطن في مختلف المهرجانات الشبابية. نظن هذه المرحلة النهائية التي أدت كنتيجة لتصفية على مستوى كل ولايات عبر المراحل الجهوية للتأهل 15 ولاية ممثلة في أكثر من 160 شاب متواجدين معنا في المرحلة النهائية. هذه الطبعة التي هي تعتبر 21 والتي تشمل ولايات الوطن الحبيب، فتشجيعا للشباب والاهتمام بهم لأنهم وقود أو هم الذين يحملون المشعل، علينا أن نعتني بهم ونكثر من هذه الالتقاءات أو الملتقيات إن صح التعبير.